وواجباتها سبعة. حنقصو جري جنازة دي حنقصو جري حنقصو هذا اللي لقيتان كميت كلا دقايي أهم باللوني صلاة دي جنازة ده صلاة الجنازة ميت كلا قلتو كان هاي وصو الشاقرين يهين فروض الكفاية إن لا دقا ميت كا ولو تكذو الله حباله صلاة داس مركا لو تكنا ايو وحيلي ذا واجبات واجبات كانوا حكوة ذا مصنف رحمه الله أركان لأنه صلاة قده روح للا إيمان ايوي وحي صلاة قده للا إيمان ايو واجبات كانا أركان بالير هذا وحي واجبات خارج صلاة دانا الشروط بالير هذا وكهذا لا يا أركان صلاة الجنازة صلاة الجنازة ذا أركان تيذا وواجباتها صلاة الجنازة ذا واجبات كذا سبعة تضوي النية ويان مدة كوبات إن قفك أن يلا يماضو إنه صلاة جنازة ليرادة تكنايو وأفر تكبيرات كوبا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لكن نيو إلا هلوي وركن الكوبات ركن اللبات والقيام استاقوي على القادر قفك كراية قفك كراية إنه استاقوتو كذا وإنه تاقيه محايا لو صلاة فرضة صلاة فرضة أنا محا شرطية أما الركنية إن استاقوتو كذا عند القدرة مركو قفك كراية وأربع تكبيرات بايدنا أركانتي هي مواجبات كميرة أفر تكبير أفر شير إنه الله أكبر إيرا هذا وتكبير تلوغ لأيو صلاة عادقة هيدو حاولنا قونا إسامي داس أو رئيسي فاتحة لكدن بيسو صدح تكبير وكلا لكدن بيسا وأربع تكبيرات أكفر تكبير والفاتحة فاتحة دي بها كميرة واجباتك لأنه صلاة فاتحة لقدتو كنين ما أسعيسو جنازة وصلات يعني الركوع يسجود لهانن لكن صلاة بلغم عابي والصلاة ما واجب إن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يصليه سيدي صلاة كربا صلي النبي عليه السلام وغمدها أركانته متك قدام بيها تحت قدام بيها وأدنى الدعاء دعاء أغير للميت ميت إلا دعية وواجب وحاوية رميد لقد دعيه إن لا لأي ماذا وهو اللهم اغفر لهذا الميت وين إنه اللهم اغفر إلى أداف لهذا الميت قفكا انتي وروح أوه سيد دعاء أو يروي انت أدات هذا وكاد على واجبك والتسليمة الأولى سلام نقصي أوري إن أدمد أوه الرئيس السلام عليكم ترى هذا سلام نقصت تأوه الرئيس هو واجب طلباتنا وسنة هذا المركز تغرون على ما تو يكون في لانته إن أطلع في رسالة واسكب بنانته عبادهم في رنان اسكب بنانته أيضا صحيحة مركز عموم كبير سوق الحديث كي والنبي يقول عليه السلام تحريمها التكبير والتحليلها التسليم وشرطها واجباتك أغاني وتدرس أنه غشيك مصنفك شروط بها درقل شرط لو حال ما كان على خارج الماهية شيخ انت ولي لي قال وحل سميه ديارنت لها شروط هذه وحاويه كغيرها ايضا غير كيد صلاه الجنازه صلاه كره ايضا انا هين او كره هي هرت كلامته وهذه صلاه هره اما صلاه كره الجنازه هين لو شردين جري طهاره البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العوره انت هذه الشردين هي صلاه كره جنازه والله شرديه كغيرها وصص ويزيد حيث لزي سنتها تقديم الغسل قبيسك إلا هر مريا أيضا قار أتاي شروط قار كأي أرتاي حاكم ماذا ميت اللي قلت كان أيوة إن أرتضى صدقي ميت كان لدقين إن اللي قلت كذا معها شرط وإن ميت كانت قلت كريسو ودقينه وصدقي ويزيد زيادة حيث زيادة شروط كاميرا للجلازة تقديم الغسل قبيسك إلا هر مريا
وأن لا يتقدم إنو ننهري مرين قفك التكان عينا على الجنازة إنو الكهر مرين جنازة على ربعين هرين سحق قبل لك أهجت إن جنازة كهر مرتمه تنوى مطلق إمام يا ماموم لبضب ولا شرطيها شرطي ويا إمامك يا ماموم تلبضب إنو جنازة كهر مرين هذه صلاة كلا عادية هيد إمامك وهرين جري مامومك ونلو دي دي جرين إمام كهر مره مامومك لدي جري إمامك كهر مرين هذا إمام كبا وحلقوا له جنازة كهر مرين جنازة الربين هرين وأن لا يتقدم على الجنازة ويكره حالا مع قبل التكفين انت ان كفنك اللي قال ان قلت كذا كرايوي لكن احباح عران ما قبيسك سيسو واجبك كدري شروطه كدري ان لا دقا انت اللي قلت كنين كفنك سيوحا ويان وكراهية ان قلت كذا سوى الله كنفين فإن ما تهدون انت في بير قفك بعد انت عيل بكود احد انت يقود احبقتي او مسا تحت هدم وحكوسو الدمي هوستيس دربي باكوسو الدمي وتعذر وين أتكات إخراجه سوساري دي ساعة أتكات إن رصوا بحيه لسوقفه وغسله بعد أتكات إلا بقى لم يصلى عليه لقد تكنا يكره كل ما دام الله بقي ميت كاللغونا أنا لسوق سارنبا لم يصلى عليه هذا قوة أرين تاسبركا وإسكو حيان قاركو إليه متاخرين تا وابنان تا لقد تكذا قاعدة بإليه الميسور لا يسقط بالمعصور وحي سورة قل نقضة لو قلت ما هي وحي سورة قل نقوة وحي سورة قل نقوة إذا قد يدي سورة بوي وحي لكاري كرارة سمينة سيدة فاقد ظهورين كي وكروي قفك اللبضة ظاهر بوايي وحقوق ويسيستو بياء أما تيمم بوايي يصلي كان مركة وحدي سوسار واي البق واي يصلى عليه ولو تكرايا لم يصلى عليه لكن مصنف كليه سيدة معتمد كه ومن سبقه الإمام قفكي مأموم أو سبقه الإمام إمامك وكهر مره إمامك وكهر مره وكهر مره ببعض التكبيرات تكبيرات كي صلاة جنازة الله كبارنا يقار كميدو لبعفي إمامك وصلاة قري أو الله أكبرت يري هري أو تير لباد يري أيو قفك سوحد سيئلا يا أحرام متك مسبوقة وحرمنا سونا وقلي صلاة وقراء ونأخرنا يا فاتحة دي وراعا وحونا إلى لنا في الذكر أذكارتي ترتيب النفسي أسأل النفتي سترتيب كذبه إلى لنا لا ترتيب النفس الإمامي إمامك براعي ماشي إمامك وجهتك لقب صنع هاي أسأل صلاة ديسة أول صلاته وحويان مركو صلاة دقره أي أول صلاته سأسأل أول صلاته ما أدرك وحسوك قاربة صلاة ديسة أول كذية مركا دو الله أكبر يرى الله أكبر طوارز محاكو حيك جري فاتحة دي إمامك حقا مرايا صلق مرايا الصلاة على النبي مرايا أما الدعاء بو مرايا ما الدعاء دي صلاة بو كلاقب سن مزا ترتيب كيسا ساقا ماشا يجو كبلا وكبلا لابنا يمر ماشي يسو كبلا لابنا يا ماشي يسو كبلا لابنا او فاتحة دي بو باللابي كدب تكالان ساسو كوالا يا ويحي مركب لكو إمامك صلاة كبحو وكبارسين كانوا كبارسين ايا انتان لقاذن فإن ومن سبقه الإمام ده ببعض التكبيرات تكبيرات قار كمي الإمام كي باهر مري أحرم كيل لهر مري وحرمنا صونا سلاديسي وقراغ وراخنا يفاتحة والرعاء وحنا إلى لنون في ذكر أذكار صلاة ترتيب نفسه ما ممكن أسيه مسبوقة نفتي ترتيب كذو إلى لن أسيه ترتيب كيسا وحوه الرعي فاتحة وعاكو صلاة على النبي دعاء ذي ميتك سيدي بكسو عنايا إي إمامك ماشو مرعي يترتيب كي إمامك مرعي لأن أول سلاتي ما أدرك سلادس أول كذا أول حكسو قاري قال علماء كمية وحيقبان إنو إمامك ماشي أمرا يكلاق بصرايه وقول قول سدحاد داجيرو إنو ببسينا إيوه ودهو لسو قرقاري سو أمرا مثلا دعاء ما لسو قاري الله أكبر فاتحاد باقرين الله أكبر ردنا صلي أكو صلي الله أكبر ردنا دعاء ما لسو لقب صرايسا إذا واجرتها سبتح لا قول بواجران لكن قول كارد الشافعي إذا قاتل محوية هاي عارس كتب مسموق بعد هاي الصلاة ده كلام سيد كوسو عنجرتي ماذا أرد جيرين سائل الله ماذا محز جيرين هل كادوا انكسعوا ومن سبق الإمام بعد تكبير رمى وقرأ وراعى في ذكر ترتيب نفسه فإذا سلم الإمام سيل الله مرك إذا سلم الإمام إمام كي مركو سلاما نقصده كبر كان مسموقا وحبا دافي تكبير ما دافتي كبر مسموقي صلاة الله ورمري وكباراني ما بقي وحي سواها ري انت أسوها نبو كبارا أو الله أكبر صلى النبي عليه السلام الله أكبر دعاء ذي ميت ويأتي بذكره
كبر ما بقي وياتي وحول الله إمام بذكري بولا إمام سيد ذكريس ثم كذب ويسلم سلاما حسنا يا ويندب وحاصل السنة يا أنت ونك مشغول سيا جنازة لا 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 حررين ويندب وحاصل السنة يا الله ترفع الجنازة جنازة إيران لكرق لكريرينو لك لا قادم حتى يتم المسبوق قفك الله هر مري إلى وكبر ما يستر تسلاة وسلاديس وأنا ملير كأي حلو ضد بقلاك إيمان ضد كبرك الله سوا بك هو هريت كلام من اللي بيران ما عبوله فلو كبر الإمام إمامك هدو كبار تو صلاة قال عقيرة تكبيرته الأولى عفوا فلو كبر الإمام إمامك الله أكبر إذي قال ما عقب تكبيرته مامومك تكبيرتي سيقراشة تكبيرتي مامومك الأولى هو الرئيسي أي إمامك تيل لبعض با الله أكبر إذي ساستاد الله أكبر وحرتي محوها إمامك صلاة وحرتي تيل لبعض بو إمامك يقلي سيلو يلي أما تيز الدحات تاروك عضايا فلو كبر الإمام إمامك هدو كبارتو عقيبة تكبيرته مامومك تكبيرتي سجداشة الأولى هو الرئيسة سيأتي هو الرئيسي بمرايا كبر معه ولا كبارا يا حصلتا لماذا التكبير بها كاسي وحس الشيء لماذا التكبير بها آه. وسقطت عن القراءة وقراءة بها كده تكبيرتي اللبات الله أكبر يريتي وسيأتي كبار الله أكبر بس قبطي الله أكبر تأو يري فاتح هذا مشو آخرين الآخرين ما هي صلي ربي عليه السلام وبالله بها تكبير تاس واسيد الركوع عدو كسو قارو امامك الركوع صن فاتح هذا لو قاضي جرى وكره يا فاتح هذا لو قاضي فاتح هذا لو قاضي فلو كبر الامام با كبرت عقب تكبيره امامك كبركو كبرت الاولى اي هوره ايو تيل لواد امامك رو كبرت كبر وا كبارنا يا امامك مع او مع الامامي ايو تيمك لو قبسن وحصلتا وروح حصل لو تكبير با تيره تنبا وسقطت عن القراءه قرينا وا كدعدي امامك كقاضي ولو كبر هدوس كبارته ولو كبر وكبرته وهو امامك في الفاتحه عفوا امامك بكبرته وهو في الفاتحه ما ممكن فاتحه كجره اي امامك الله اكبر يرتكتي لبات قطعها فاتحه وغوريا وتابع امامك راعيا انما جعل الامام ليتم به ولو كبر الامام امامك ادو كبرته تكبيره تكبير الله اكبر بوير فلم يكبرها الماموم وممكن سكمون راعين الله اكبر مو يستغنى حتى أبو سكت أجناء كبر الإمام إمامك وكبرت بعدها مدي هراء جناش رتيل لبات لبات تكبير وكدم بيا بطل سلاته إمامك سلاة زواج برتي إنه راعى الربع متابعة دي واسير ده لبر ركن إمامك وكلها مرة أي كان أي كنا أي كان برجستو كله وتزد حدو قاله بطل سلاته سلاة زواج برتي ولو كبر الإمام التكبيرة تبوك كبرتي فلم يكبرها إمامك إمامك كبارين حتى كبر الإمام بعدها تي هره جلاش تي لا بدو كبارتي بدل صلاته صلاه المامون وابرتي ومن صلى قفكي تكدا يندب له حلاصنا الا يعيد نينكي جنازته كنت كدي انو من جنازك صلاه كلا سو علينين هذا كنت كتي خلاص فرض كفايه وكا دحاي تذكر وكرد ومن صلى قفكي تكدا اما كليا كنت كدي بركو تكراي اما جماعه كنت كدي يندب له حلاصنا الا يعيد انو مر لبا سو علينين ومن فاتته قفكي كتكت صلاة دي جنازة عقتكت كمورة تكرن ميتك ميتك أول ولا قال هو قبري ولا حباري مالير صلى وكنت كنكر على القبر قبر كوكيس إن كان يوم موتي معنتو لمن يهدو يهي بالغ المقام بانقانقار وعاقل عقل له هب الواد انتين بالليلي قبري يسين تو جنازة جنازة كنت كنكر بكله لكن عشر دي معنتو ميتك لمن يهي كان لو أن تكرنوا بالغ عاقلها ومكلف وينوها هدوس المجرى الصغيرة وقعها بكان قان قاري بان ميت كنت كني ما دي كار وا ودعو ليس اي وحبك تكميست ومن فاتته صلاه الجنازه دافت صلى وتكري على القبر قبل كركيس سيده النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبر بزايك حاقي جرتي اي دمتي اللي اسك خبار و النبي لو شيغين قبري الذي تسو جيره وا كنت كدي رسولك عليه الصلاه والسلام ميت كاس بركا حبالان اد كنت كريسنا نهي صلاه ان لو توكد قبر لا ديداي يا لا سو ريبايا oo salaadaha farow ka kaliye inuu dhaxdu kala oo galayaan qabuurta laakiin hadii ba meedkiiba loola jeedo oo janaasadiiba loola jeedo dhib ma laha inay ku tugato waman faata oo salla ala qabr in kaara yawma mautee baaligan aaqil hadu yahay wa illa wa illa wa hawaya hadun qan gaar ba ahayn aaqil ba unahayn wa wa la waagu ninka dhimanayay wa ninka dhimanayay wuxuu aha ilmo yar sabiyo qan gaarin buu aha fala ku tugan maayo markuu qan gaar ama ifaaqoodo oo aqli u soo noqdo
ويجوز وحابنا أن يصلي إنه تكد على الغائب قف مقن عن البلد مجالة كم مقن وإن قرب ذهب دوات مسافته ماشي وقود انت مسافته وقود انت دواته ولا يجوز مصبنا أنا على غائب قف مقن اللي قلت كده في البلد كده مقن حاجرت الغائب عن البلد هي الغائب في البلد لما رأسك لقاها يا الغائب عن البلد هي الغائب في البلد وحاكوت كان قرت الغائب عن البلد ما قال هذا الدكتور وكم مقيم مال أنا هم بكوت كذا دور بحرف يونسيف وقاعد نبيه ومسافة قصر بيوري قارسيزلان كان وكوت كان قرتها هي بلاوي تورا ده ما قال هذا يقول انتي ولو حباري ما قال هذا وكب حسيه كان جلس صلاة الغائب وكوت كان قرتها إيه كسي فوق لكذلك لكن هدو ما قال هذا قدره هذا كل انتي على كم مقنا ما قال هذا حافظ كميل ولو حباري كان سادة مسلمين بكوت كتي وحبا مك واجب كرماني لكوت كت سنانا كوماها إن هذا قبل يتكتو وأجر وصلاة قائمة كتامة نقول إيش لنا قبل ذاتكت فلا وإلا فلا ويجوز وحابنا يصلي على الغائب قف مقن إن قلت كذا عن البلد بلد كم مقن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منك هناك سنة نجاشي سنة كسجال هذا هجرة يود أنتي أرض الحبشة يود أنتي منك لديك أصحما ما قال عيسى لقب كيزر النجاشي بلديك الملك الحبشة العادل منك عادل كأصحاب أبالك وين كل هاوي نبي مركه هو الرومي نبي الرومي عليه الصلاه والسلام لكن لم نقل من مخضر ابوها مخضر بدك الى هذا وياني نبي عليه الصلاه والسلام تسو غار زمانهان يا وقتهان لكن ان لكل من لقيه للربي سحاول كن نقض ايا لا وايي مركه نبي كنت كدي اربع تكبيرات افر تكبير ايونا كبارت النبي عليه الصلاه والسلام صحابه هو شيغاي مصليعيد مصليي صلاه عيد جنازه اللي كنت جري ايي تغين مركه الغائب عن البلد وها وين قرب ذهب دوات مسافته ولا يجوز مصبنان على غائب قف كم مقن في البلد بلد حديث وحب علي يا روح علي غائب في البلد كاسا لوت كان معي وكر ان تاغنا هي ان كغت كان مدي كرت هذا هذه رتين قلت كتو قبري ساتي كرت قبري ساتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم قبر قبري يد بتغي كنت كدي لكن مسجد كنت استاغ ما دينا كنت كنو ولا وجد هذه له بعض من دد قاركيس بعض من قف قار كميده هو تيقين لا يقين سد موت ولنتي وسيل بعض الناس على بقي وكفر الله كم في وصلي على لو تكن كل كلي وكله وحال هلي قف دنتي حبن كميده على هلي حبن تيس على هلي غانتيسي لوكتيسي مدخيسي بس على هلي انت كان لما هي لكن وحال يقين قف كان دنتي قف نول او غان لا غوي غانته لو تكن ماي اسي با نول اللي ما دمانين ميت بالو دنتا لو تكن هاي لكن وحال لو غاد انه دنتي مخان سكهينا لما يحيون الحصار ريبي ماذا حكريه أما يحاسك قعان بس وصار ريبي قعان بس هنهينا سيلا يري قعان تاسو حيقاذن إذا حكم الميت بيقاذن سيدي أحكامتي ميت كلابا مرنايا على رقي وعلى كنفي والوتكن أزولي عبد الرحمن بن عطاب ابن أسيت يا يوم الجمل دلالك دعاية صحابات الأحمر يقول دنتي مركز بالك قرقر كالإنه هذا قعان دي سلسو عري مكو كاري ما كود أنا كود عريضي فرانتي يسي فرقش يجي زال وقرت إنما سقيه فصلي عليه الوتو كذي ولو وجد هذيل هلا بعض من بعض من شخص قار كمذا أو حبني يسي كمذا هو تيقين لكن لا يقيني ما ترون أنت الدنيا اللي قعدتوا أنت لقوا أنت كلو سكنوا لما ولا يقينون أنت قصيرة ولا باقي بعض الناس وكفرة ولا كم في أو صلي عليه الوتو كذي ويحرمها حرانة وصل الشهيد يقف شهيدا إلا دقه والصلاة عليه اللي قلت كذا وهو الشهيد حالا بها من مات قف كده انت في معركة الكفار قابت دقال كي يقالبه يا مسلمين تكون دقال لما يين بسبب قتالهم لدقال لنكوذيب ونكو سبب دقال كورو كده انت قف كده استقع اياه حال لها شهيد بركة الله دقي ما هي لقد قلت كان ما هي بكله بركي سي يديك جيسي على دقايا قلبكي وحي وتي آلات الحرب آلات دقالك وما لقات سيبي لكن أركيسي ولا دينا يا لقونا تكن معايا سداسا يا حب بدن وحديث ظاهر كذا كعد صحيح هذا نبي عليه الصلاة والسلام إنه ذاتك الجود لي غزوة أحد وده شهداء أحد النبي وحوا أمرين الحبارو دي قدر وحبارو ولم يقصلو ولم يصلوا عليهم لقونا تكنين حديث البخاري جابر بن عبد الله لقونا نقيل لقونا تكنين أما حديث كسر صحيح قصة غير النبي عليه السلام وحكت كذي ذاتك أحد كل شهيدي أيو حجة الوداع مكسر الله أرتبه كنت كذي
صلاته على الميت صلاة يسميت أو كلا صلى الله يتأويلنا يا رب عليهم ومعنى الدعاء وصلي عليهم أو كلا ويا رب ودعيي وداعي سوتي للحياة والأموات رسولك وسوتي مرك أنت قلت قبل قدر زيارة قبور تروحد أو ودعيي رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة ما عين حديث باجرة إن قلت كلا شو هذا وحد طبعا تلوقة يتدلات بعين طبعاً كي وقار طبعاً كي وقار طبعاً والبر وحاله لقود لها حمزة نبي قال إركيس عليه الصلاة والسلام نبي قال عليه السلام إركيس حمزة سيد الشهداء حديث كاس عزيز وقار قد ضعيف رأيان قار والتصحيحين أيان نعم ولو وجد بك حليه وحرم غسل الشهيد والصلاة عليه اللي قلت كذا إلا نقه ليكيس بقى اللي دينا يا معانة قيامة وحيمانة سقو ليكيس كده عضار أيوه اللون اللون الدم والريح والريح المسك والنبي عليه السلام يري مدام كدي قبولي هاي لكن أذوقي أسكوب بدلايا مسكي بسكوب بدلايا رأي حد اسمه ديس أتقول وهو من مات في معركة الكفار قال هذا معركة وضعف كل أنتو مرقى كاسا حكم الشهيد الدنيا والآخرة قادنا يا مدو حاجة لشهيد الآخرة لكن الدنيا عن حكم كي شهدد الولد رغمينين قفك كل أنت غريقة إيو بيئة كل أنت إيو متك قبتي إيو متك علاش كل أنت إيو حكم كي عادي هبا الله مرين لكن آخر شهديين شهدد الآخرة بسبب قتال فتنزع عنه ثياب الحرب وحال يسيب يا دركي دقالك ثم الله فضله صدى أفضلك أن يدفر إلا حبالة والله أسوي ببقية ثيابه دركي سكلا يصاهري بركي قلبك حرب دقالك لنسيبه دركي كلا لدريا دركي الملطخة لمرمريه اللي قد رابي بالدم ديك ديك باكو على دركي ديك سيلا أو سيلا قد دقنساك أي الوحى باري وللولي بكره من كان انتهى شهيدك ولي سي قرابي صحابنا نزعها الى كسي بان مركز والتكفير اي كنفان وبنان تهي وهذا اركان اي كبسي بان اسك كنفان ابا دي مالها ابا دي مالها الى يله نعم والسقد المي يرى اسك هاي سو دحاي دنتي يا على شويه كسو دحاي soo waqtigii si gaarin oo aan weeyeen buu dhicisaan soo dhintay u soo dhacay u soo baxay in baka wala fiiray saxdigaas xuquuqisa muxuu yahay wala fiiray saddex qaybood oo loo qaybin in baka hadu oo waqtala jaa u dhaqdhaqaqo fa hukmu hukmul kabiir qof weyn buu lamid yahay hadu markuu soo baxo soo istahalla istahalla al mawlud aqoro alayhi salatu wasalam wala dhaqaya wala kanfi wala dhaxli أبو ده إن بكى إن بكى دو أو اختلج وأنا دقاقي دقاق أنت مو دقاق مو هندي سيبا هندسيه فحكمه علامة الحياة يعني فحكمه حونكي سو حكم الكبير قف وين حونكي بولمدي قف وين وسوا تلو وعلى بقي أو على كنفي أو على قد تكني أو على حبالي مقابر تمسميتها وحبالي وإلا هدونا أوهن إيو دقاقي حلامنا رب أن لواركن ينظر ولا فيرن أيذرة فإن بلغ هدو قاري أربعة أشهر أفر بيروت قسل والله ما يري أو الله أون ولم يسل عليه الغنى تكن مهيو انت لما يرى على حبالي لكن الغنى تكن مهيو هدو أفر بيروت وقاري ما يرى أفر بيروت قاري ويهي وقول نشير علامة الحياة أو الوار كأي سنجرين انت لما نقرأ ما لكم في الحبالي لكن وحبال الغنى تكن مهيو قاركون ذلك بيروت هدو بقارو حون كبير بقاغم إليهن وإلا وجب وحواجب يدفنه إلا لو حقوها أفر بلاد بوكسي يريه أفر بلاد بوكسي يريه كاسنا وأول حبالي كريه أول حبالي ما يلوم بقى أنت قد الله فارفارو وبالسك قرين لقيتان إيو تكشي وحا من المالها سدح على حكم مركز يقضي وقيب يهو هدو وحا نولال صواب مرأي أو نولال علامة النولال لأي ما لسا بحيو يهيو أما أوهين أما شنقر أما رقاق كلا حكم كي قفكو وينا وطالة منا يقولا هديو رسن لبضا منا حيراها على مضا منا لواركن لكن ده أهان أفر بلاد بجاري أفر بلاد نواميش الماء نفط الوقف وفيه كاسقة أو حوريها ولا دقايا ولا كان في الحبالي لوسي تكن معي وحي انت كي ردوي هاي قد بالله فعفاري ولا سكحبالي وإلا وجب دفنه فقط فقط أو كده بخير أنا بدون قسل ولا صلاة ولا كفن وليبادر هكودك ده وقفك تجهيزك أما يبادر هل قدك ده بالدفن حبالي ده هل قدك ده بعد الصلاة منك اللي قلتوا كذا قفك ميت كذا اللي قلتوا كذا هرأي لك حبال يا الله سيدي قانن ولا ينتظروا للسوق ما هيو أما يان للسوق إلا لولي
qofkii ehelkiisa aabihii iyo hooyadii iyo walaashii walaalihii iyo dhacaas oo kale inay ku safraan oo arkaan rabo meel ka soo ordaaya hadday jirto waa la sugayaa, laakiin wax kale in lala suga ma aha. Walaa yuntadura lama sugo ilaa liwaliyi weligiisi qaraabadiisi mooyaane in qaruba weligaa hadduu dhow yahay wey oo saacado kooban uu ku imaan karo, laakiin qof laga yaaba laba maalmood kadib inuu imaan karo ama inuu dhaho isi geliya farajkii iyo rallaajadii maaha. qof dhintay oo mayda in reerka dhexdiisa lagu dhaxaya maaha, meel buu leeyay meeshiisa in la geeyo wey. in khayran fa khayr wain sharan fa shar. in qaruba hadduu dhow yahay baa laga sugise. walam yakhsha qayd labaad wey, qaydka koobaad waxa wey in qaruba, qaydka labaad walam yakhsha aan laga baqaynin ama yukhsha laga baqaynin taghayyur almayiti meydka inuu bedelmo isbedelo. lam yakhsha una ka baqaynin qofku taghayyur almayit meydka inuu bedelmo aan laga baqaynin. hadduu meel dhow qof ka imaanayo meydka una laga baqaynin inuu bedelmo waxba maaragtay waa la sugi karaa. laakiin hadduu qofku meel fog ka imaanayo ama meel waa dhow yahay meydkiiaba haddaba dilaacayaba xaaladii saasta u dhintayba waa fuuray markaasuu dilaac buu ku dhow yahay waa la xabaali markaas. wala afdalu sida afdalka ee fadliga badan an yaxbira aljanaasata janaasadii inuu xumbaaro naxashkii meydka ku jiray ayaa afdala taaratan mar arbacatun afar qof isla qabtaan min qawaa'imihaa tiirasheeda isla qabtaan wa taaratan mara khamsatun shana isla qabtaan walkhaamisu markay shan isla qabtaan midka shanaad bayna alcamuudayn labada tiir dhexdoodu geli almuqadamayn la horeysiya hore ku taala yacni naxashku afar tiir buu ka kooban yahay tiir walba inuu nin qabto afar qof ay iskula wadaan haddii laisla qabto waxaa dhici karta inuu ama dheeliyo ama isku kufaan baa dhici karta marka afartii baa min walba qabanaya haddii mid shanaad lagu darana mid qaybta hore xagga madaxa xiga ayuu la qabanaya oo madaxa dhexdu qabanaya taasoo la qaban haddii loo arko culays intaa ka badanna geesaha ayaa laga geli karaa oo dhib malaha sida cabdullahi bin cumar radi allahu canhu loo sameeyey oo kale naxashkii marka lagu qaada u cuslaa marka geesaha laga geli oo lala qaban. walaa fadal an yaxmilu aljanaasata taaratan arbacatun inay qaadaan min qawaa'imiha tirasheeda wa taaratan mara khamsatun shan walkhaamisu marka shanaadna midka shanaadna beyna alcamuudayn almuqadamayn buu geli labada tiiree hore dhexdoodu gelaya wayundabu waxaa la sunneeyaa alisraacu in la dedego oo la dedejiyo fooqa alcaada marka la wado wey waditaanka la wado xoogu israac in la sameeyo fuuqa alcaadati caadadii caadiga ee socodka caadiga ka koreeya duuna alkhababi ruculeynsa maya ayuu ku leeyahy oo haddii meydkii lala ruculeeyo lala badboodo boodboodkaas wuxuu keeni karaa dilaac buu keeni karaa inuu dilaaco laakiin waa lala degdegsanayaa surcaa la sameynayaa degdeg haddii gaari wax lagu wadana sar gaariguna waa la dedejin waa goormase marka la dedejinayo in lam yadur almayita hadduuna meydka dhibaynin wey arrinta hadduuna meydka dhibaynin oo meydka una dhibaato ku ahayn wain khiifa haddiise lagaba baqaba infijaarulmayiti meydkii inuu qarxaba ziidda waa la ziyaadinaya cala lisraaci degdegii camaa qabla waa laga ziyaadinaya intaa hore waa laga ziyaadin meydkii baaba laga baqaba inuu nagu dilaacaba naxajkii dhexdiisa u dilaaco marka waa lala ordaya si dirba qabriga loogu tuuro loo geliyo. wayundabu lirijaali itibaacuhaa yundabu waxaa la sunneeyaa lirijaali ragga itibaacuhaa itibaacu ljanaasa inay raacaan umirnaa nuhiina bay leedahay gabadhii aheyd umcadiya ayadaa laga wariyaa umirnaa waa laga wariyey nuhiinaana waa laga wariyey awaamir nabiga uu amray bay ka warinaysay umirnaa an nukhrija alcawaatiq masalat alciid nuhiinaana waatar waxay leedahay nuhiinaa can itibaaci aljanaaizi walam yucsam calayna nuhiinaa can itibaaci aljanaaizi walam yucsam calayna waa laga nahiyey nabiga sa sl uu ka reebay alelaki lagumaad keenin awenka markay raacaan oo meydkaas ay daba yaacaan inta badan hadde oohin iyo waxbaa ka imaado oo isma hanan karaan ama waxaa dhibaato imaan karta ikhtilaad iyo isku dhexdarma ragga isku dhexdarmadaan ayaa imaan karta marka raggii baa loo sunaya inay raacaan raacidaa ragga ay raacayaana waa sunno weeyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ajir iyo thawaabna waa lagu sheegay oo qofka meydka raacaa wuxuu leeyahay ajru qiraad wax buurta uxud leeg oo ajira hadduu ilaa laga xabaara la joogana laba ajir buuba leeyahayba wayundabu lirijaali itibaacuha ila dafni ilaa xabaalidda laga gaaro la socdo biqurbihaa marka uu raacayo itibaaca biqurbihaa meel ayada agteeda waa inuu socdo bixayu meel buu soconayaa yunsabu loo nisbeynayo ilayhaa janaasadii iyo meydkii loo nisbeyn inuu la socdo oo la dhihi ninkaasi meydkaasu la socdaa laakiin shiddaa kore inuu ka fiirsado meel fog uu iska taagnaado meydkiina dadkii wadago kuwa asagana meel kale iska socdaa meelaan la dhihi karinba wuu la socdaa ka asaga ma soo gelayo waa inuu dadka mawkibkaas socda iyo dadka qulqulaaye waa inuu weliba ha badnaanaano hadday badan yihiin oo isaga uu gadaal kasoo socdo waba dhibaato malaha marka waa in loo nisbeenaayo dadkan waa dad wada socda la dhihi karo bixaytu yunsabu ilayha wayukrahu waxaa la nacaa itibaacuhaa
جنازه الا الراعي بنار دب اه دب الا الراعي او قبورته اكتر دب وحلو ششيده او وحيالها اسمه ناكسنا وبالبخور ايضا وكراهيه بخورك فوحا وحيالها اونسي في المجمره اذا كذا كجره وكذا عند الدفن والد جدي عند الدفن راعتان كهرة إلا الراعية لما قالوا حلالد إلا حلالة إلا الراعية لما ها دب إيو بخور كي أو فوح بان كوشي دينا أو قبر يوكو إدقرينا رحوة إنتي لقاه أيضا لما سمينا أيو محالد جدي محالد جدي اللي سوء تفاؤلي تفاؤل حمبا كجرة تفاؤل كحون لما قالوا والنار وحن دبوي قبر ياس يميت كاسنا جنة إيو خير إيو رحمة بالله اللي ورجنا سبحانه وتعالى مركزين دب لقاه هو تفاؤل حري كيسة أساسا شحنوي لكن هدي لا بعضه وهذين الحبالة يميت كي أكل مثلا واحد كلا لقوا يفتين سدل لو أيوة ضب أكتيز لو وش ذا ضب كاسي لقوا يفتين سنة أيوة أما ذات كي هولا يا خيمنا لقوا هيستان ضب كاسي واحد كلا لو أيوة أبدا بعد تبرك عملها أبدا بعد تعملها أما إن لكن ضب كي ما هي لا هذا وحي أنا ضرورة يسجرين تا ينسكي لعلي ويان صحابي اللي راه عمر بن عاص كمان في صحيح مسلم وحوجي المركب بينتو دب يا إسلام أو سقف أو يعني إسرائيل دبنا يعني كثير الوش ذنبير رضي الله عنه كتفاؤل فصل ثم يدفن وفي المقبرة أفضل ثم يدفن والحبالة يا ميتك وفي المقبرة إن قبور تلوون حبالة ما لها مسلمين تسكو حبالة أفضل فضل بدل إن قفك كل جمال وحبالة أما قول له حبالة أما بلاد له حبالة عكفي عن مقبرة المسلمين قبورها مسلمين تقول لك له حبالة وفي المقبرة قبورها قوده هو المسلمين تأفضلوا فلي بدن إن دحوا الواحد حباله ساس عرفي عن إن قريه يملا الواحد ماشاء الصعام كه مسلمين تأي زيارة ما يعني لو قد عينا قبورها لو يقان وأستهسا إلا تروي أما النبي عليه الصلاة والسلام أسوي من خصائصه ويانا قريه بل واحد على عائشة رضي الله عنها وحاول يانا خصائص النبي كميتة أبو بكر رضي الله عنه أيه وحوليه بكر السوق بتولي النبي حقنكو حبال الله وهو ري النبي عليه السلام انه يري النبي وحا لو خبالا ميش نفته كغه بخد ميش نفته كغه بخد لو خبالا الرسول قال ميش هو دنت لو خبالاي هدي لو خبالاي قبر ميش كاس كاس كمي ابو بكر رسول قبر النبي عليه السلام بالا لخيري عمر قبر صدها قبر بقى كاس جو جيران قبور بين نقدين قبور بين نقدين ولا يدفن لو خبالا ميت قبر انت على ميت قف كلو انت كركيس الا ان يبلي الاول كير انه بالي وكل الى الكيمين قبر مالكو يا لأنتي الله فيده إن قبر كلا لجليه هلين داسا كراهية ونوناك سنين إلا إن دوكيها بابا أي ولا فيسي أي ترترمان أو عجب الذنب كو بابين موين إنت كلا أي ترترمان موين عجب الذنب كو بابا هذا لفتا بابن عيسة كو تعالى منه يركب الخلق أي لا صدتك دار مرلا بابا لا صعبوري وبابا إذا حيروا يعني إنت كلا بابا يا إذا سوى سواريسا ولا ميتان اللي بما ولا يدفن يا سوحرته ولا ميتاني لبن ميدنا لحبال مايو في قبر واحد هالقبري لبقى في هالقبر الاسكو جاي مايو الا لضروره الضروره الى ما طوي باهي درنت بعد موينه مع كم الضروره ككثره القتل دي الفر بدن ضبابا ضمادو للاي وركاز الحبال ويقف البقار الله حبال ادكاتي والاسكو مره الاسكو جاي لبا لبا الاسكو جاي الاسكو حبال سيدي احد نبي صلى الله عليه وسلم وصحابه امري تضبات بعين لبا لبا الاسكو حبال او اسكو جاي النبي عليه السلام مره ككثره القتل يا والفرائي كثرة الفراء غير فراء بوانو عذر صف مرأة داعون بعد عاي عذر صفها إماضي مكاسا داتكو أي هالمرحاق مين داتوان دماذين أيضا رصيدو كالوويارو والاسكو حبالي كرا ويجعلوا وحاسل ليالا يبكى لبقف قبر الإسلاقان يكبضا بينهما دحضوض حائل تاد باليالي لبدا قبري لبدا ميد لسكو دا جن مهي وحبا اللود حيسي ليا من تراب عرر يوحساسو كالوكا للتايدي ولوكا مارت أودا يلوكا للريبايا حائل وحاسترا من تراب عرر كري كان الحبالي عرى لو حرى عيسى كي قال لو حجسيره عرى صوت حس وبين المرأة هوين يدي والرجل ننكي هذه قبر اللي سكوا حبالا يو إلا كلا أسطره يا أكدوسي أرك لبن أما الله هوين وحكسي أرك إلا كلا أسطره نن ينك لا سيا ما وحبا كم جرين وإن هذا هو تحضر أي تهي ولا أتكلا أتكلا ولا كلا حبا ألا جنبيين لبا رقيا هوين وحضر أجنب كسيك العه لا سيا ما لا جنبيين لبا أجنبي كلاها ولو ما تهدود انت قفكو في سفينة دوم كون حد انت بدي الله سارية هاي او دونت الله سارية هاي بقفكو نفضح ماشي اراح تهدو بها وحاز لإله هذا تهريبك ومدو اي بداها كسكوها لاغيسو بدبا دم باقرق ميسا وعلوها لاغسامي روح باقبعي
kuwa bihi ka dhamaanayaan oo deena halaal si u kala horeeyo u kala dhimani kuwa lagu soo booday oo nafta qabani marka qof baa dhintaa soo doonta lagu jiray seelo yelaya barri lama helo wax baalo walaw maata fi safiratina hadduu ku dhinto walam yumkin ayan suureebin dafnuu xabaaladiisa fi lbarri in barrigaasi badda laga baxaa iyo aradiga dhulkii lagu xabaalana waa suureebi weyday waxay u suureebayo masaafada waa dheer meydka waa dilaaci waa uri lama hayn karo jucila waxaa la yeelayaa bayna lowxayn laba alwaax baa la dhexda loo gelin laba alwaax baa yaa dhexda loo gelinayaa markaasaa deena lagu xadhigii wax lagu xiriyo lagu adkayni wa ulqiya waxaa lagu xiyoori fi lbaxri badda lagu tuuray marka labada alwaax maxay daawo ka yihiin labada alwaax sunan badda aynan u dhex gelin oo udabauba u socdo alwaaxdii baa wadaysa waxaa laga yaabaa meel un jasiirad iyo xeeb iyo berri inay ku tuurtaa dhici karta dad muslimiina deena ilahay u bixiyo kuwa ay xabaalaan oo ku tukadaan oo xuunkii mariyaan ayaa dhici karta saasay leeyihin wulqiya fi lbaxri haddii meesha meel bad iyo ama islaan iyo ka dhaweyn oo ama jasiirad iyo dhul iyo mid muslimi ayna ka dhaweyn ay tahay see la yeelaya wax culus ayaa korka laga saari madax iyo wax saas oo kale ah yaa inta korka laga saaraa lagu tuuri si dunka uu tago oo banaanka untu usoo imaano uu gaalo iyo gacanta inagu dhigin a saasaa la yeelaya wa aqalu lqabri qabri wax lagu magacaabo ama qof lagu xabaalo waxa ugu yar maa qadar weeye yaktumu raayaxata urka qariya wayamnacu sibaaca duwaagara ka manciya inuu qufto oo cuno ayaa waxaa weeye aqalu lqabri qabrigaas god suudha qofka la xabaalay inuu dadka nool ee banaanka jooga uun usoo suurin asagana lagu xadgudbin oo yaanyuurta iyo dhurwaaga iyo sibaaca iyo duwaaga uuna faraanin oona cunin wax reebaya ayaa ku filan intaasaa ku filan wax marka qadar oo mucayan oo qadarka hala gaarsiiyo maahe wujuubka marka laga hadlaayo intaa wey urkii ma la qariyey asagana ma la xifdiyo sibaac iyo duwaagii ma laga fogeeyey meeluuna gaari kara ma la geeyey wayundamu waxaasa la sunneeyaa inta aqalu lmujzi inta ugu yar ay ku gudayo wey yundamu waxaasa la sunneeyaa tawsiicuhu in la waasiciyo qabriga wa tacmiiquhu hoosna loo qodo qaamatan inuu qof istaago bastatan gacantana fidiyo intaasaa fiican buu leeyahy in godka hoos loo qodo qaamatan wa bastatan intii qof dhexdhexaad u istaago gacantana kor taago intaa hoos loo dhirayo la fogeeyo la waasiciyo wa fi laxdi luxudkii wa fi laxdi wa dafnu fi laxdi in lagu xabaalo luxud laxdi luxudka dhego geedaha la sasaarayo iilka yaan ku magacownaa luxdiga waxaa lagu magacaabaa iilka daftarkiisa iilka luxdi la yidhahdaa marka weliba uu yahay mid dhinac looga qoday laxdigu waxa weeyaan alilxaad almail marka luxudka waxa weeye waa midka dhinac qabriga ah loo leexiyo laga qoday ba xabaalbilaashta geeskeeda saa loga qoday dhinac loo qoday ayaa luxud la yihahdaa shaqina waa in bartanka laga jeexo qabriga dhexdiisa laga jeexo ayaa shaqi la yihahdaa marka kaba fiican buu kule culee walaxdu wa fi laxdu baa afdalu fadli badan min ashaqi jeexitaan dhexda laga jeexo laxdigaa ka faaxan leanna nabiga calayhi salaam baa lagu xabaalay luxud saxaabada markii nabiga uu dhintay calayhi salaam ayaa waxay dheheen ma luxudna mise waa shaqi laba nin baa jirto saxaabada kamida midna luxudku caan ku ahaaya iilka midna shaqiya dhexdu caan ku ahaa koodii imaadoon aan ku gaabsanaa la yihi abu dalxa radi allahu canhu buu ahaa midka luxudka kiibaa imaado markaas nabiga waa la lexday wa fi laxdi in iil loo sameeyo dhinac loo sameeyo ya afdalu fadli badan min ashaqi jeexitaa dhexda laga jeexo ilaa an takuuna alardu dhulka lagu xabaalayo inuuba yahay mooyeena rakhwa arda inay taha ardaasoo rakhwatan jilicsan ardo jilicsan oo kala daadanaysa oo markii qofka hadiiba dhinacaan ka qodnaandhaan soo dubaysa haddaynan ahayn haddayna soo dubayn meelaha qaar waa bacaad oo haddii la yihahdo iila la sameeyo iilkiibaaba kuusoo dumayaba erga kuusoo dumaya markaasoo kale shaqiga iyo dhexda laga jeexo ayaa sunnaa fayundabu marka ardadu rakhwa tahay jilicsan tahay ashaqu baa la sunneeyaa dhexdii laga jeexo wayukrahu waxaa la nacaa fii taabuutin sanduuq gudihii in lagu xabaalo se taabuutku waa sanduuq in meydka sanduuq la dhex geliyo waa karaahiyo maxaa yeelay limaa fiihi min idaacati lmaal kafankii baaba la yihi mid dhaqan oo aada usii qurux usbeer iyo la yihaahdo oo aljadiid alxayu awlaa biljadiidi min almayiti marka in sanduuq laga yaabo intaasoo qarash inay ku baxayso la waxayse hadda gaalada ku rafaasan yihiin oo kale ma aha marka taabuutka lama sameynayo ee meydka dhulkiisiba dhulka la dhigayaa asagoo carada looma dhexinayo ilaa an takuuna alardu inayba tahay mooyeene rikhwa iyaduna ama rakhwa ardadu inay ardo jilicsanba tahay mooyeene
oo laga baqayo in markaaba caradiba ay isku badunto marka santuuqana lagu ilaalinaya oo mise nadiyatan ay jilicsan tahay mooyeen dhulka waa dhul biyo qulqulayaan oo jilicsan oo rays aho biyihiiba biyo marat dhulkiiba dhul istaagaya uunan ahayn see la yeeri markaasoo kale waa la samayn karaa ayuu kuleh nadiya meel oo iska rays oo jilicsan wey ويتولاه الرجال يتولاه وحا تولينا يا أقمايا لقيتان كميت كلا لقايا قبرها أما اللحوتك الرجال رقا أقمي ولو لإمرأة هوين إباعة وحا الحبالي وحا الحبالي هوين باعاتي لقيتان وكي ما ترقا شغال اسكالي حوق بيوباهنتاي وحوق باهنتاي النار تجيب كلا لقاه ميت كلا أسطور شقي باهنتاي مالك الرقي باهوش على أقماي وأولاهم رقا وحا وأوليسا الزوج نينكي هذه هوين إباعته ninkeeda uu wareysan inuu ilka dhigo in salaaxa waadu u soo bado xabaalida lidafri xabaalida u soo bado nin wax yaqaan oo xabaal iyo meed qaalidiisi waxa garanaya duu yahay ama xog ku qaadanaya ha marka asaga uu la waa in madax loo dhiibo la yahay qabo la kaalmayo thumma awlahum bisalati kuwooda salaada awlow u ahaa thumma awlahum kuwooda ugu dhawaa u dhahelsana bisalati kutukashada marka laga hadlay salaade salaatul jaraais yaraga daya ba salaati caadiga لأنه حوي أول الأول الأول أول الإمامة بصلاة صلاتك أول الإمام بصلاة الجنازة وكيف كانت تريد صلاة العادية مرك رجاء الله حالي أفقه أفقه وري شافعي هذا حاجة قال القراء حديث الأقرأ لكن مكي الجنازة اللي قلت لها يا وري يا الأصل صمم يا قرابة على فيرنا كدبنا قرابة صوب مرة زوجك وي مرك أكو حكته الأصن مثل دادة قف دادة مركب أولى ثم أولى مسلاتي ما أنت لكن مركب لقاها بلا يي سيدك لو الله أقبله وسيوك لو ريوي لكن مركب لأمري الأصن وحال هرمرين الأفقه على هرمرين حق الصلاة وحال هرمرين مثل دادة فقيها هي مثل دا وضيعة وحال هرمرين صلاة كتب كشدة مثل وضيعة وصلاة يغشوع ذي عبادة يوحى صلوا تجنيه لكن ما كان نقطه هلا دقو إيلك هلا دقو هذه زود لوايو أفقه يكي أصلا كه أولى أفقه أولى وضي قوي وضيع وماش لوحول قد بمعي إيلك صوت وردي معي وحالو دي بعدين فقيه حقنا له ها فقيه وقرنا يقابك اللي حدك الله دقو يا طبعا كسي الله دقي بسم الله على ملة الرسول الله أمورها صدق نقلناه لكن الأفقه أفقه بأي هنا ماشى مكلا لقيتان كمية الحوت اللي رجع مقدم اللي ظهر مارين على الأصل نمت كذا عكسي صلاتي أما عكسه صلاتي صلاة عكسي هذه صلاة وحي هاد الأصل مقدم على الأفقه صماهن مت كذا أما دادي سوين تابع الظهر مرناي حاجة فقية مت كفقية الظهر مرناي هذا لكن كيف فقية بالظهر مارين لقيتان كمكلا جاه الله يو وحلا ظهر مرن مت كمارت أصلا كي كذا ويندم وحال السنة يا أن يكونوا dad kaas dhigaaya meedka inay noqdaan witran tres der ha sadax qof oo kale ayaa dhigaaya ama shan qof oo kale ribas nabi ali iyo abbas iyo fadl iyo ya nabi dhigaa alayhi salatu wasalam qarkood waxa ku dareen qafam iyo shaqlaan muxuu aha iyo ku dareen mawlaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam shan ba markay haayeen yalla sadax ba haayeen isku soo barkaa isku fiirisa witr bay wada noqon marka tres der sadax qof shan qof toddoba qof hadii si loogu baahdo in muzaahama iyo cariiri ay noqotaan lama rabo قماشة يحبق له ويا رو أيق إسرائيل ويندم وحال الصنا يكون ويترين النقدان ويقطع وحال الدبال بثوب ميت كمركب السيد على إلكا وركب قف لو تلقى لا يهوش قبر قبصان عيان أنت قيل كرت وريهين مرافع عن الوقريه وضد كهوش وضد هوسة قبصان ميت كي وجه الله في ذي يهوها سوى حورنا على الأولين dadka qulo tashwish beelin dadka markii banaanka ay tuurayeen oo meeti ay wada arkaan halka ka qabo waxa saakayay waxa saakayay qofkii oo shaqadii ba qabaraayo yaqaana yaa lagu dhalbaya marka xulee way qatta illa dabala wanaagsan bithaab maro inda dafir marka la xabaalay wayubu raasuhu madaxiisa meedki waxa la dhigaya inda rijlil qabri qabriga lugihiisa agtiisa la dhigi inda rijlil qabri wuxuu ka wadaa inda rijlil mayiti inda ma yakuru fi qabri meedki marka qabri la galiyo lugihiisa meesha ku toosnaan doonta halkaas ama madaxiisa la soo dhigi marka dhow la rabo in meedka qabriga la galiyo oo si loo soo wado qabriga madaxa ma laga soo gelin mise xagga lugaha laga soo gelin xagga lugaha la soo gelin intaas uu rabay ku sheeg xagga lugaha laga soo gelin horta hore ee madaxa dhow noqon doona laga soo gelin maayee xagga lugihiisa laga soo gelinayo noqon doonto saasaa halka loo siibi halkaas uu
ما سيدي عادي هذا ومرك أسحن لها أي كتو صنطاي لكن هذا حاجة لا يسوق لي وحين نقرأ قبل قلال نصر نقضه هي نقريسا ويوضع على دتي ويغط ويوضع رأسه على دتشني نحس كبال وضع عند الرجل للقبر قبر مدعي لويسا أكتزا لقيم كدي باسك للبحي ويصلى بركاسا لسيبنا ما ويصلى ويصلى إلا السيبا وراكسا من جهة الرأس حاجة مضحة حاجة مضحة لقى قبرنا يا ساسا سلقوصين لقيه سيبا قدام بينايا ويقول الدافن قفر حلالا يا ميت كجر إلك إلا قبرنا يا وحا يا أصنا بسم الله أيوله بسم الله إلهي ما عيسان أدفنه كو حبالا يا ما أدفنه كو حبالي وعلى ملة رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم من الذي سي دين تيسي حنيفة ذهت أيانا كسو قنهاي دائمين وعلى ملة رسول الله ويدعو له وأدعو إليه انت أوهير وأدعو إليه إله ودم النافلة يليه ويوسده وبركنا يا اللامينة روما روما بركنا الله قدقي بركنا كاليو حلمس وقاضي روما داسي ما مباير ملاسي مقاسا دينا دبنك الله قدقي دبنك الله ساري ويفضي وحور قارسين بخده ميت كتفور كيسا إلى الأرض لكو قارسين وعين الرضا يأسا إسقاران oo dhobadaas la gaarsiyo oo mara looga dhigin oo go looga dhigin oo barkin looga dhigin ee si toos ah loo gaarsiyo jirkiisa iyo dhabankiisa arnada weyn la gaarsiya wa yuuda wala mahran way mina khalaqnaakum fiha nu'idukum tiwi ayada baa lagu xiriiray dib loogu noqday marka dhulkaas lagu saaxini ma taalo maxalkan maxal ma aha gogol iyo firaash iyo barkin iyo laqaato ma amalkaas qofka uu leeyahay amba ma firaash uu noqon ama hadii kale uu ku weeyni amalkiisa weey ويوضع والد جرايا ويوضع ما وان يوضع يصن وحال سنه وان لدجيو على جنبه ان عيسى الايمن مديت ندبا سنوي ان لا عمدت تابيت لا دو وا سنه مستقبل القبلة لكن شرط قبلة وين قابسيه حتما واجب نمو هذه مديت لا دو وا بيح لا دو وين قبلة لو دو كل قبلة لو دو قبلة ميت لا لا دو ما بنانا حتى وعلى قبلة غير كلا ولا صح ولا سوقفي هذه وقتي و دو هي قبلة سي لو دو ويوضع على جنبه لا يمدن كميني تهاميتك لا دقايا وندب سننم ومستقبل القبلة ساق بلا قابشة حتما واجب نمو ويصن وحال السنية أو ينصب به وحال تالا يا أما ينصب وينصب وأن ينصب إلا تالا عليك رجاء الله من عمرك اللي قريه روابدي إيا بلوغي إيا موها عرياسا لو ترتيرنا يا لو ترتيرين ينصب وإلا تالا لو حرايا مركا سيا عرادا دمبي لسور رغاي إيا 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 dhoobay waxba lagu dhajinaa dageedaha iyo dhoobalay waxa ayana ku dhajinaa alwaxba marka meen qaar u dhajiya qarkood foosta golobay birba lagu dhajiya hadbas wixii soo golob ka dibna dhoobada iyo carrada lagu adkeenaya way waxu wuxuu firdhiraya man qofka danaa u dhaw meedka eegtiisa fadhiya talaatha xafayat man dana qarwo minu u dhaw talaatha xafayat saddex antooba yusaa u firdhin ماشي إلكي يساق وش أنت عرض الفرح بدل لا جارين حقول عن طوابة وشور شور قصيرة يا تابو سمعي ينسبوا علي الناس أقول ليش ينسبوا علي الله من وهيل وهيل علي التراب كما سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي الوسمي صحابي وكده هجري سعدنا وقص ثم كدي مكي سدع عن طوابة يحساس على وشبه يهال عليه وحال وسي دير وشبه يا الوهرقن التراب عرضي بالمصاحي يا الوشبه يا أمال كان أو محمد جرى فيها إيوه بديل كي ما كان سأعرض الوقعة دي أو الوشبة بس حيوة بديل كي وحيوي يهال وحلوه وبني عليه كل كذا تراب عرضي بالمصاحي وحيد على استعماله إيوه بديل الذي إيوه حاجة فيه إيوه على الوشبة وأن يمكث ويسن أن يمكث إنه النجاذو ساعة أو يمكث لنا ساعة الحلو بعد الدفن ما كان حبالة كذب إن حلو للسقاف ولا يكسب مكوليه ما يتكي على حبالة ولا بغي marka bana la dareerin xogow la yafadhiyo ilaahay loo baryo la duceeyo maada dafri yulaqinuhu ay kule wal ulqinaya talqin wax liraado ah oo meed saad intiba marka inta la xabaala la korkiisa la tuuranayo oo la fariisano hortiisi baad nin intu istaago yu talqin qaalaya oo leh fulan ibn fulanay hebelki hebla ida shay hooyadii la waabtirin hadii baa jira arintaas ka hadlaaya laakiin hadii ka dhaif weeye ah talqintu waa un intu la warid dhimanin ee wuxu maqlaayo ايو توحيثا ايو لقينو موتاكم بلا اله الا الله لا اله الا الله مركز الله لقينا ايا سوء نقض اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله هدو صدنته دعاء المسلمين تأود دعيان ام بالغوك افتوما ايا ايا ساق الله لما هي صايل لهم ربا كو ايمان دونا وحاسكو ايدين دونا من ربك وما دينك ومن نبيك بكو ايدين فقل ربي الله ان الله هو الوقت الاخرية
ولما أنا هذا ما كينيسه حديث كان ضعيف ويان حديث كان ضعيف ويه نعم. ويدعو الله ويدعو الله ويستغفر الله دم دافع ويدين من داس على أمري استغفروا لأخيكم واسألوا الله تثبيت فإنه الآن يسأل أي النبي صلى الله عليه وسلم استغفار إلى ودي دم دافع إنه إله كلمة حق كسوة وجوابه صح وجوابه إله وقبريا وأرجع يحور كل عين حتى لو ويدين يا ورسولك صلى الله عليه وسلم ويسن وحال السنة يا أن يرفع القبر ها ويرفع القبر يسكير ويرفع القبر ويسن وحال السنة أن يرفع القبر قبري إن كر الله قال شبرا تاكا قدر كيت حقوق تاكا سي الله قرت علامة قبري أو لوغو استاغن اللو يقوه قفك الرباها دي مسلمين تا قف الباب قرابي دي سينو اقادو ربا قبري يسي أيضا بما لنو كو اقادو طلح يحو صارتو نبي عليه الصلاة والسلام قل انتي ولالكيس عثمان بن مضعون ويسكون الناس أي نوغين طلح بوهرتا كرس صاري مكاسو حجيري أيضا كيان كو اقان هسو رسولك صلى الله عليه وسلم مركة تادم مالي حو شبرا لكن إن الكر لوقا أو مصن لقد التصميم ولا كورس كورس لقد الكر لوقا هي الديدية إلا في بلاد الحرب دول كدقال وكسو على المويني ماشي مسلمين تي قال اسكو يير دقال كسو على هدي قف مسلمين الوحى بالايو ولا ولا قرنيا وعلى قرتين يدو أو فاغان أو تشويه كسميان أو تمثيل أي صورة حمين كسميان أو ميلها أي ديانو متاحف توضية ميلها أي غبارة أي كد الحصار أي ديانو دانين كيساس أي لبطل أنه بيستيه كده دح إمبدا نقعبسيه واكانو أي كل عياران بعد إكرت تاسا مركا مركا هدي مشا أي تاوي ولا قرنا يا ميلا وحبا لها لواي أما بلاد دول بدعاي كسعوط كجرتو كالي خوارج با كجرته سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ميلو كحباريه لما يقال ميلو كحباريه لما قرناي ولا قري عبد الزي لمن حنوا دب بدانا خوارجه ايادي لسيدك سيد علي رضي الله عنه وارضاه نقاس امير المؤمنين احد العشر المبشرين خليفه الرابعه رضي الله عنه وارضاه من عم رسول الله اول من اسلم من صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب ايوها لمن بعد دلي مركا هدي ارماها صلى الله عليه وسلم ولا قرنايا الا في بلاد الحرب وتصديحه إن حوو لا ير بارو إلا بارو الله يرب العاريو يا أفضل فل بدل ما حكف البنت من تسنيمه إن كرس لا سبعيو إن كرس لا سما يسال الله يوقه وحكف في عام إن حوو سأو يكل الدجية قبل ولا يركل الدجية تصديح صدحه تصديحه أول من الصدح ويانه حوو ساس الله يرسمي ولا يرباري ولا يزاد فيه لمن الزيادة ما هيو مركل حباري على تراب عرديسة إن عرديسة الزيادة كرواتيب ويكون نقن أصينا هذا مسافة يا مساحة كوي ماشي زي أيوة قاضن إن عرض مركا إلا وإلا يقول ربع عرك لو جزء قاطه وبات ونقول الحرافه ما ما يتأدي ولا حواره وحبي نقص وضعه كروس تجمعه ها وضعه كل شيء دبه أنت ونارته كفر من الود أيوة الود وجيم عرك الله على صار يزن ويرش وحال صن ويرش وحاول يسمع يرش إلا في الرجال إلا إلا شو صبوا عليه كل كذا ورش على ما بيو ويرش أيام في عم قلي وعلى التفاؤل وي بها قوي الوش مايو إن الله رحمة دي سيو نحريس دي سيو قبو وصيو ويوضع عليه وحكور كيزة لصارة يا حشر قرورح قرورح يا حباسة الله كرصار إبراهيم ابن النبي بكور انت صلى الله عليه وسلم ويلكيسي نبي ويلكيسي إبراهيمها النبي صاري إليه إمام شافي بلاق وكسو صاري ويكره تجسيس القبر وحالا نعا تجسيس القبر قبر إلا نورة ضيئيو إن كورك وحلقا ممريو ويكره تجسيس قبر قاركوزا سيقرأيها تجسيس قبر وبناء وخلوق ايه تجسيس ويقرأي تجسيس كوا من الجس جس كورا هو نوردوي نوردة باشا دير هذا عط إنسان لهم مريء أما اسميدي يحساسو قالت لا مريء ما قال لا مريء لا ما أقول كراهية ولا نهي اللي بكسو عراري نهي يقول حوك تفتوسا يا ويار كراهية كراهية دون هدي ايه افتكيد حرامي كيتا تحريم حرام تقولوا ما قاعد بكره نهي بقى صار رأي نعم وبراهم باكره هي إلا دسه وقبر يكون كيس على قدر دسه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم وصالحيهم وقولي زي مساجد مركب مساجد بيهدوا وسكوا بدلي أو مال الوعيد الوعيد نقرأ مال الوديقين نقرأ مال الفريستو تصبح أنت الله فريستو وحبال سواخين ورد يزور ذا كدي من ماشاء سو حلب ببري شركي قاسي سبا وحاويان صدو حرام ويا هاي إن الغدع غاية دي سل الغدع عرفت الجيزي يا وسيلة دي سر حرام يطاي شك سيدي سبا السلامة لا يعدلها شيء نبت قليا ده وحلا رجع ماله نبت قليا وحلا رجع ماله وعند كنا بقول إسا إن هذا هدي النبي كنا قلنا صلى الله عليه وسلم وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا كنا بدنا ذكرته هدي سأد وح كنا ردرته
waxaad ku dardartay ka dambeeyay waxba ku sii dari adaana sabab u ah wuxuu ku dalaya dhow inuu caabido inuu indhaha cadeeyo sabada u taago ayaga wax u weydiisto oo meeshu xagga qablaha u jeesa laa qabriga u jeesado waana sida hadda muslimiinta in badan oo caalami islaami ka mid a ay ku ibtilaysan yihiin qubuurtiiba wax mudayan qabri dhintay oo loo duceynayo oo lagu cibro qaadanayo oo labadaba loogu qastay inaad u duceyso asagii baa baahan oo cumrigiisa camalkiisa la joojiyey aad u duceyso adiga aad ku cibro qaadato waxyaalo kalaa marka la galay qabuurtaas aad qalbiga loogu hayaa oo wax la moodaya oo dadkii noolaaba waxaa looga jeesaday qubuurtii baa looga jeesaday wayukrahu waxaa la nacaa marka tashiisu qalbu binaau khuluuq khaluuqu waa waxyaalaha waxyaala oo laisku dardaray wey oo zacfaraan iyo waxyaala dhiib iyo cadir iyo khaliid oo laisku dardaray waxaa in lagu shushubo ayaynu karaayo wey waa maa wardin biyaha maa wardiga la yidhaahdo ayaynu karaayo wey lima fiihi min idaacati lmaal waxaaso dhan waa idaacatu lmaal wey wa kitaabatun in wax lagu qorqoro ayadana waa la nacay magaciisi iyo qur-aan iyo wax lagu qorqoro makhada qaar baa soo reeyay oo le magaca iyo laakiin in waxbaa lagu qorin baa iska wanaagsan dhagax iyo wax saa iska dhig makhadada waa barkin in la dhigo oo meydka loo dhigo wa madrabatun ayaduna gogol nogogosha gogol yar oo loo dhigaayo meydka in la sameeyo ayaduna ma aha madrabadu waa gogol wey firaash baa u dhigaynaa meydka inaa tiraahdo waxaasoo dhan waxay sheegaysa male taxtahu taxta almayid meydka hoostiisa la dhigaayo wa yundabu lilrijaali ragga waxaa loo sunneeyaa ziyaaratu lquburi qubuurta inay ziyaartaan ayaa sunna walaa baasa dhib malaha bimashyihi fi nacli ragga inay qubuurta ziyaartaan waa sunna ama haweenku inay qubuuraha ay sida ragga u ziyaartaan baa la diiday in qubuur sida ragga u ziyaartaan ayaa la diiday laakiin hadday ayna ku badanin fitnana aamin laga yahay marmar oo kale ay ziyaarato qabri ay marayso oo kale aba dhibaata ma laha dhibaato ma laha walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ahaa haweenay wiilkeeda uu ka dhintay oo ooyeysa qabri kor taagan ayuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tegey wuxuu yidhi ittaqillaha wasbiri ilaahay ka baqo sabir buu yidhi marka ilayka camii waa ka idhahaysay nabiga calayhi salaam sabir buu amray ee qabriga iyo taagashay qabriga kale buna hadlin qabuurta ma banaani ee haistaagin iyo muna dhihin ee ohintan ay kala gu-ira iyo sabir la-aantan iyo sida ay gabadhu ay ayn u sabrin uwayso ayuu kala hadlay rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam halkaasi kas u deliishanaya marka waxaa rag xadiid baa jira oo zawaaraat zawaaraatu lqubuur iyo zaa'iraatu lqubuur baa kala jirta laba xadiid wey zawaaraatka wey wax la di qabriga inay sida ragga oo kale ku qulqulaan oo dhex taagnaadaan fitnada keeni karaan raqiiqaatu lqalbi weyaan oohin iyo dhawuq iyo buuqa loo baanay bulaan bay keeni karaan arrimahaas oo kale qaarkood waxay ka soo reebaya qabriga nabiga sala allahu calayh wasalam haweenka waa loo xiraa oo meel bay rawdad iyo waxbaa loo xiraa marka qabriga agtiisa kama foga laakiin marka loo furo dhawaaqa ka yeer wadyaabi iyo qaarkood alalaaska qaarkood oohinta ziyaaratu lqubuur walaa baasa bimashyi fi nacli qofka inuu dhex socdo qubuurta fi nacli kaba ku dhex socdo dhibaato male oo qubuurta markaad ziyaarinaysa inaad kaba siibto oo kaba gacanta ku qaado waxba shardi maaha dhib male maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ki ka hadlaayay markii qofka la xabaalo watawalla asxaabahu xataa anahu yasmacu qarca nicaalihim waa ka lahaa wuxuu maqlayaa kabahoodii shanqadhoodii u maqlayaa marka kabay qabaan dadku kabay qabaan ama xadiidkii yaa saaxibu sabtiya amsig sabtayka iyo ikhlacnaf sabtayka kabahada siib sabtiya waxay ahayd kaba magad laga sameeyey maqaar marka waxaa dhici karta maqaarkaas inay ahaayeen maqaar nijaasa ama daahir aan ahayn ama si ahaantooda ay wasaq ugu soo istaagay waxyaal noocaasa yaa laga yaaba inay loola jeedo ay ta'wiiliyeen oo si ay u jamciyaan nusuusta hadii loo jamciyo wayadnuu minhu waa u dhawaanaya qofka zaayirka ee qabriga ziyaaranayo meel fog intuu istaago qubuurta korka ishaari maaye waa usoo dhawaan ka xayaatii markuu noolaa oo kale intuu usoo gaari jiray usoo gaari wayaquulu wuxuu leeyahay idaa zaara markuu ziyaaranayo salaamun calaykum daara qowmi muuminiin ama assalaamu calaykum yaa si fiican in alla geliyo assalaamu calaykum daara qowmin yaa daara qowmin qolo daartooda waa qoom waxa meesha ku xabaalan dad wey reer meesha ku jira daara qowmin waana daaro daara qowmin yaa daara qowmin qowm daarahood muuminiin muuminiina ayaan salaamaynaa asalaamu calaykum muminiintaray wa inaa anagu insha allahu haduu alla yihahdo bikum idinkaa laaxiquun soo hareeri doonaa insha allahu marka waa iska tabarug wey wa ilaa xatman waxaa xaqiiqaa tacliiq ma ahee in qof walba uu dhiban doono oo uu dadkaa dhintay uu haleeli doono shaki kuma jiro insha allahu waxa weeye waa tabarug walaysa tacliiqan hadii kalaas maya macnaha ilahay wax walba mashiidaya ku socota laakiin ilahay wuxuu qariray subxaanahu watacaala oo cumuum loo qariray in qof walba kullu nafsi ay tulmo kullu baa laga cabiray kullu man calayha kullu shayin haali kelimatu kulli wey adduunka in dadka laga wada qaadi waxaa loo isticmaalay killu misiiqil cumuum midda ugu xoog badan wey
وحبا قلقا ريبين طيب وعقل الله إن شاء الله إن لو لجيده بكم لاحقون راسي كتعلقاء إنا إذنك بيش هدد كحبالتي إنا نكحبالو مشي إذن لابي كحبالان تاي ميل كلاو نكحبالي كراي ميل كلا يعني نكحبالي كرا وربنا لك إذنك إنا حذينا نقصوا نكحبالو قبورتنا أنك من نغنو هدو إله إيرادو هدو إعدونت هدو كلا ميل كلا ويقرأوا آخرنا يا قرآن ويدعو له موضوعنا يا قرآن بقوا آخرنا لا سوليه ومصرف رحمه الله ومسألة لسكوها يويان قراءة القرآن على الميت لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاب زيارة القبور نبي قال نوعدي صلى الله عليه وسلم عائشة حتى وكيها يويدي سوتر سيم قبورته زيارنا وحيانا لو درشان ممكن زيارا كران مرر مركا حتى أذاب يرسلام دعاء ربنا يقبر عليه الصلاة والسلام إن لو دعيه مركا تاها دي وحكا لأجير لهيت قرآن كان نبي قال لقصود الشيء عليه الصلاة والسلام هدو جيري لها أمو بنانان لها لقرأ سآخرين لها هدو آخرين لنقل ولا صوى نقلين لها ما كان ربنا صوى نقلين دواوين الحديث وحديثه صحيح ولا وهي ما لها إنه القرآن أخرية النبي عليه الصلاة والسلام صحابة يسوي القرآن أخرية وميت القرآن قال هو أخرية ولما ذا القرآن ما هو أخرنا بس كي اجتهاد القرآن كوا بركة وخير ووناك والرحمة قف كان نور صدق وأنفعي بقف كان لتر وأنفعي هكذا سيقول كبر عيار هكذا لما رين مرك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبي عليه السلام يسحب ذي سيء تربية ونبري هذا هو الأولى تصفي عن سلام عليكم دار قوم المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون ويقرأ ويدعو لهم ويدعو وتكره للنساء هونك والله نعاه إن زيارة القبور أي سميان صبر قضاير جزع أرجع حضور وبديه وبديه فصل يندب على السنة تعزية كل أقارب الميت ميت قرابة ذي سطمان إلا تعزية قفا بنتي قرابة ذا كول بهارسة أيسا إنما لا تعزية سنة إلا الشعبة الأجنبية قبل ديار أجنبي من الموت يا لا تعزية يا شعبة الأجنبية لا تعزية ما قبل ديار ذي تاي ذاتك هوانك خلقية قرابة ذي واحد ما أمسين وسبرسين هذا ما أرتحبه ما أرتي دحق القلي مشت فتنة على بقايا من الموت موت كي بالغ تعزيرة يا تعزيرة هذا كنت على غضة تعزية كل كل قريب الميت مع السنة من الموت موت كي إن لقى تعزيه إلا ثلاثة أيام عفوا إلا ثلاثة أيام صدح بريء صدح بريء هي تعزيه صعام وذات كده أنت الله باقني وقف كان أتجن أتجي أو صبر إياه دعاء سكوت داري وصبر سيري دعاء سكوت داري كده بنا فروك هذا حياة صدح بريء حاجة تبيه وإنه بدنا تزوقاته حتى قف كي أنت لفت الجسي تضع بركدي بإنه سيد ضد ابن هذا أو فرد يمال أو شقدي سيا هوليس وكسي مش كسي مغنا هذا لما أقول ولا جديد وحنا هوينا إذا نك إذا كان أنت عدد إحداث كيس بساسين تكون جرت أنا حين وبعد الدفن من الموت إلى ثلاثة أيام تقريبا صدح بري تقريبا على أساس صدح بري إلى لب بري أفر بري هذه سقاط حقوله ده صدح بري وانكسي فوقين هاد كحلة ويرعي بعد الدفن حبالي ده كذب ما قال حبالي كذب ويكره حالا نعاء الجلوس لها إن تعزيل الله فريسته وقولي إن تلا تقول الله فريسته هو إنك الفريستان ورجو حقه فريسته قال لك على الدقة واحد سيده كلا يوي علاس يثق أن تبرب الله هينين وضد كان النية دي موران مدن يلهينين أيها ينقون إيسا إن الله فريست معها تندوي الله رستو ويرادو معلمي مقعي الله ببحيه معها تاسح معها كبتور كاس لما أقوله فلو كان غائبا قفك روح تعزينا هدو مقنية هدو مقنا وقفك بركو لانتواه مقنا صوب مقنا بعد يقفك يبالا ديبي برد مدن عندي يعرضي ماضي ذلكي لغد انتي فقدمه وصوغل بعد مدة مدة كدب وصوغلي عزاه وتعزيني marku imaado dhinkii bala waa maqalaynta u dhintay waa u taa maqala bisha hore ilaahay de sabir anaga siyaasagana u dhaafo waa ka tacziyadi marku wuu qulu wuxuu leeyahay fi tacziyati muslimi qofka muslimka tacziyadiisa lil muslimi muslim tacziyaraayo tacziyatu muslimi muslim tacziyadiis lil muslimi li ajli muslimi babu dikii qore laan karo iska banaant oo gelin karta muslim tacziyadiis للمسلم اللي أجل موت مسلمين مسلم أنت درت بقول تعزيرة ما بالمسلم بسبب مسلمين مسلم أنت بقول كتعزيرة يا قف بقول تعزيرة يا رضي الله الله يا مسلم وحول قد تعزيرة يا رقف مسلم ورد أنتوي تعزية المسلم مسلم تعزيز للبالمسلم بسبب موت مسلمين مسلم كم أنت سبب تيسن أقول تعزيرة يا وحولها هي أعظم الله أجرك أجرك هذا الله وينيو وأحسن عزاك تعزيرة هذه الله مرت ولاجيو عزاك عزاك الله وراجيه
وغفر وكبرك جانب نعي كلي غفر اللي ميتك ميتك هذا الله ودى ميدافو لأنا مسلم بوهاي ولا دعين إياه أصلاً أنا مسلم أعظم الله قدرك ولا دعين ميتك لو حال ليه هاي ولا دعين وغفر اللي ميتك بوليه ميتك ولا دعين إياه أعظم الله حديث معاد وكل ميز أنت أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر أي النبي كير صلى الله عليه وسلم تسوق دعي وحديث صحيح البان وصحيح في سرد في أحكام الجنائز وليه تسوق رأيه طيب وغفر هو دافو لميتك ميتك هذا وفي المسلم مسلم لا تعزيانا بالكافر بسبب وفاة هلاك كافر قال بكر أنت قف مسلمة قرابنا يهيو قال أنت أبيو قال أنت ولكي قال أنت مثلا قرابة دي سوى حنون وقبنا يا وذلك ما هو هذا الشيء لكن وقال أنت سب يوت عزيز رسالة به هو عظم الله وجل كرت هذا المسلم كا أجل كذا الله ولا مسلم إلا محن جزء وأحسن عزاك عزاء هذا الله ولا جي وفي الكاف وفي الكافر قال كنا ها محو كدر ما شاء الله حواك مقاري يا أنت مقاري وأحسن عزاك وفي الكافر بالمسلم وفي الكافر قال هدو تعزيرا قال بلا انت ما انت نول قال كمان نول وفي الكافر قال بلا تعزيرا يا بالمسلم بسبب وفاة مسلم والك يا مسلم وقرابها يا مسلم حق انت قال وتعزيرا يا مسلم وتعزيرا يا عليه احسن الله عزاك عزاء الله لا يجي وغفر لميتك ميت كان مسلم والله ودافو هزوله وفي الكافر قال انت عفوا وفي الكافر قال لو تعزيرا يا بالكافر بسبب كافر مات قال انت سببتي لو تعزيرا قال تعزيرسه قال بارك انت سيدي اخلف الله عليك بدل الله كسيه ولا نقص عددك تريدين لما ينسخ ما نسخانته وما قال له هبلته واكر وينوي به تكثير الجزيه بقوله مركو له تريدين هبلته حول له هلايا على بريه بقوله وينوي به وحقول يرى عدد ترضى فربضر تكثير الجزيه جزيه الرباط ان جزيه الرباط هدو جزيه المسلمين لا قالها المسلمين اول قال قادش مرك تردين يا نسقامن سيعيا نظيرانين وحيان الرزق اللي قادرين جزيه دهيت والبكاء والبكاء عليه والبكاء وهن عليه ميتك اما محتضر لقفك كسا حاضر لقوه جايزو بنات هذا قبل الموت جايزون انتو الوليد دمانين مرك انتو محتضر كسا حاضر وحنسية وجرية القريات بولاي مرك انتو بنات بكله والبكاء وهن عليه قفك دمانا الود له قبل الموت انتو رأي من جايزو بنات لكن نياح لما قالوا رواق وقفكوا يراو قيليو اما الندباء وقدر امان ايو وقدر دارو وهي لا سأل الله قالين او انت كلي عادي يدوي وبعده مركود انت كدبنا خلاف الاولى ولا في عنها هاي سيد اولي هيدا واناك سنين الخلاف كيدوي يان قال النبي عليه السلام ان العين وانا لفراقك يا ابراهيم ابراهيم بلها وصو يربو يولها الله وانولي ايليهن ورمان دبانين وينتبه لكن هذا إلين إيه وحاسك تهاي يضرب إيه ملها دم ملها إن شاء الله ويحرم وها حرارة أن ندب بحرارة ندب هو أمانة إيه ين محاسن الميت لشيك شيقة أو ده ناسق وحوين وقبل جري أو كتير سنة ده تقرب كوهاي أو سكن شرته وحين قد قاده تسا ندب اللي هذا أمانة ويحرم الندب والنياحة وحرام قيلو واللدم إلا قرقراء نبى النظر إسكا قراء أيضا وحرام وشق الفو مرض إلا تحتيحه وحرام ونشر الشعر تيمي إلا فرديه وقمضي سانتا يتورتو تاسنا حرام ويان وحصل من لنا تسخط عرق قفك قدر كي لاهي بك عري سيهي بك ساسا مقانيس عرينتو ويكو انتا إنو المانا يو البهر سيها وقلبي يكو قلبي يكو البهر إشنا المانا سيهي كو انتا تيال بك جلا وحو الله دقال أمبلاي هي مويان قفك قفو دقال كجلا قدر كي لاهي مبر ميسا أما كبا صبرين مرقارين تاسي ودعوة الجاهلية إيو فعلك جاهلية إيو لكن كان نوعه سوكرا النبي ودي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية بي صلى الله عليه وسلم لأنك لبناء سكاك راعه وشابك برادة جاشيحه هذا الجاهلية كل اللي واقع نقنا من ماها ويندم وحال السنة لأقارب الميت ميت قرابة ديس البعداء فلا ميت الناس قرابة لها لكن فلا يولي جيراني جيران كيسي ميت كودوا قفك دنتي لغد دنتي قفك لغد دنتي عرب الميت dadku u dhawaa jiraan kuwa waxa uu wanaagsan oo sunnah la sunaya ay yuslihu inay hagaajiyaan amar raashin in kariyaan li ahli almayti mayti ahlkiisa alaqrabina u dhawaa maalinta ayada dad dab gali kara oo suuq kasoo adeyn kara oo bujur wax kasoo gadan kara arimahaas oo ma taal dad murgusan oo walbaharsan oo foorarowey marka in cunta loo soo hagaajiyo oo lagu barbariyo oo la yiraahdo cuna gaajada isku dirina sabr la yiraahdo oo lagu xaqiijiyo cunaan
ساسا في عن يندب لأقار الميت البعض كوفك يولي جيران الجيران وحالا سنايا أن يسلحوا دعاما إنه أهل جيران أهل الميت الانتي أهل أقربين قرابضها يكفيهم سوء وكافية يومهم على انت يولي تبين كوناس وككافية وحي دب قليل هايين يولا سنبع لها كافيني ويوليحا وأن يريحا إنه يريحا والو مارتي الحاحنا يا ولو العلن عليهم كوكو دليا كلنا عنان ها عنا ها ما عنتي بل عن بلديه والحق جنايا ها قاتب لقى بين قفك بو تلف لبهابا وهنا أقدر مته وما يفعله أهل الميت ذاتك لقب انت وحي سميان سه من إسلاح الطعام إن راشنا يا جاجيان وجمع الناس ذاتك أي كل ميان عليه دي مشهد أقفك أن انت قرقي زي كل ميان عليه على الطعام بدعة بدعويان غير حسنة أن ونايسرين وكل بدعة ضلالة إيه بدعة ضلالة حسنة مجرته طيب وجمع الناس عليه بدعة ووحدا ذاتك يستوي أفكي أو المينا أو اللي انت كسو عطا أو ديفك كقول قراية أو هذا مرض عنده كل وجه صارنا يا هذا السويد هذا قل كقل فريستا ها قوش سيا أو كهيا ده أو ح كافي كل دروي أفحى وسجب مروسين أول بارزن وهذا نضد مارت إنه عنان ربا أصل صفتين مركا تاس بوحون أحسن ما ولاد أول حتى منطقة يا عقلة سليم كا وديدا يا أنا قلناه شرع ونسيدي سبا وحجم حجم كسر سيني حجم كسر سيني مركا حجم ذي بديدا أنت يا شرع ونواح الرما أنت تاس ونوحفي عن ما عيدي جري وحا كنت ترين ترين من النياحة وانتي رواقي لديدي حرامتها ايان كنت دري جري بيدي جري ان ميتك عنتدي ساعة ونوان فريسانه والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.